مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. مفكره جديده متميزه دايما من الطبيب. النهارده حلقه تكون متميزه جدا، عشان النهارده هنتكلم عن الاطفال. كلنا عارفين ان صحه اطفالنا دايما بتبتدي من اسنانهم، عشان لو اسنانهم سليمه هنتجنب حدوث حاجات كتير جدا، مشاكل النمو المختلفه ومشاكل سوء الهضم اللي بتيجي لمعظم اطفالنا، مشاكل تانية كتيره. هنا السؤال بقى، لما بيحصل تسوس في اسنان اطفالنا، الام دايما تقول لك طب انا هخلع السنه دي ولا اسيبها؟ الاسنان بتكون لبنيه وبتكون كمان فيها تسوس شديد جدا، وبتكون ساعات اغلب الاحيان تكون سوده، ومش عارفه الام تتصرف ازاي. تقول انا مش هاجي جنب الطفل، هسيبها، ما هي كده كده هتتخلع، او مثلا كده كده ايه، هي مش هتوصل للعصب. اسئله كتير جدا ومحيره لكل الامهات والاباء اللي بيشوفونا النهارده. ولكن النهارده معانا ضيوف، ويمكن دي لأول مرة في الطبيب، متخصصين في استقبال أطفال لعلاج مشاكل أسنانهم. هيكون النهاردة منورنا دكتور محمد محمود نصر، أخصائي طب الأسنان ومدير مركز توث تاون بالأسكندرية، مش كده؟ ودكتور أميرة حسين السماك، ماجستير تقويم الأسنان وعضو جمعية تقويم الأسنان. أهلا بيكم، مشرفينا. وموضوع مهم جدا، ناس كتير بتعاني من مشاكل مختلفة في أسنان أطفالهم، ودايما أول لما بيحصل مشكله الام بتبقى خايفه، تقول لك انا هودي هجيبها له ازاي، انا اودي ابني لدكتور السنان؟ دايما بقى في يعني متخوف الطفل مش عايز يروح. انتوا عندكم بقى كسرتوا القاعده دي وبداتوا من جديد، وفي المركز عندكم في يعني متخصص في استقبال الاطفال. دي حقيقة. ازاي بقى دكتور؟ بص، هو طبعا في عند كل الناس بيبقى في رهبه من دكتور الاسنان، ده على الكبير قبل الصغير طبعا. اوكي، لكن احنا عندنا هنا عشان احنا مركز متخصص في طب اسنان الاطفال، طريقه استقبال الطفل من على باب العياده نفسها او على باب المركز عندنا بتبقى مختلفه. الطفل لازم تتكسر الرهبه عنده من جوه، هل دي مش عياده؟ انا مش داخل عياده، مش داخل اتودع، مش داخل احس ان انا هعمل له حاجه في اسناني يوجعوني واطلع. لا، احنا بدانا نستقبل الطفل من على باب العياده. التيم عندنا مدرب ان هو يستقبله بالريسبشنز، بالاسيستنس، ان هم في بلاي ارياز الاطفال بتدخل تلعب فيها، يحس ان هو في مكان لعب وكسر الرهبه عنده. كيدز اريا، مش في مكان كيدز اريا، يدخل في بلاي اريا 1 و2 و3، خلاص هو بقى مبسوط بيلعب. في النص بقى بيبتدي العلاج اللي احنا بنعمله، العلاج بتاعه بطريقه طبعا كل الدكاتره عندنا اخصائيين ومستشارين ممتاز جدا، قادر يتعامل مع سيكولوجيه الطفل، يقدر يكسر عنده الرهبه دي. دي صور للمركز يا دكتور معانا. مظبوط، احنا دي العيادات عندنا عيادات مجهزه بديكوراتها بكل حاجه، ان هي تبقى تشايلد فريندلي زي ما بيقولوا، يعني صديقه للطفل. الاسيستنس عندنا والريسبشنز بيقعدوا يعرفوا يتعاملوا ازاي مع الاطفال، يلعبوا معاهم. حاجه جديده انا اول مره اشوفها. تمام، هو ده الفكره. ليه؟ لان احنا الكبير عاده، معظم الكبير عندنا هو بيحبش دكتور الاسنان. ليه؟ عشان هو صغير اتعرض لعقده طبعا، اكيد الدكتور وجعه الكلام ده، فخلاص خايف. احنا النهارده مع التطور والدنيا اختلفت، بقى في وعي مختلف، فاحنا لازم نواكب العصر ده، وبقى عندنا مركز متخصص فقط لطب اسنان الاطفال والتقويم اللي هو بيبقى ريليتد برضه ليه في الوقت ده. طيب نروح لنقطة تانية، امتى بقى يا دكتور حضرتك بتنصح كل الأهالي أو كل الأمهات اللي بيشوفونا والآباء امتى يزوروا طبيب الأسنان؟ لما الطفل يقعد يصوت بقى بالليل يقول مش قادر أنام، ويدوله بقى بعض المسكنات، ولا حضرتك بتنصح بإيه؟ لا، هو طبعا يعني بصي، المثل بيقولك الوقاية خير من العلاج، ده حاجة معروفة. احنا بالنسبة لأطفالنا احنا ما عندناش أغلى منهم، فطبعا في المتابعة الدورية، أو إن أنا لما مش لازم استنى لما الطفل يبقى موجوع وتعبان. طب اسنان الاطفال بيبقى فيه حاجات بريفنتيف او حاجات وقائيه، زي مثلا معانا هنا احنا ممكن يجي للطفل ده فلورايد، طفل اسنانه سليمه ما فيش اي مشكله، يعني انا اجيبه بحط له يعني اسنانه بيضه بس برضه في مشكله، هو ما عندوش مشكله، ما عندوش، انا عايز احافظ حاجه اسمها بريفنتيف وقائي طب عشان نتجنب اي مشاكل ممكن تحصل. بالظبط، في عندنا ميجرز كتير او حاجات كتير قوي بنعملها، زي الفلورايد اللي شفنا صورته، زي هنا مثلا في حاجه اسمها بيتن فيشر سيلنت، او يعني السيلنت ده عباره عن حاجه يعني زي ما بنقول كده مانع تسوس، في زي ما شايفين في الصوره بيبقى فيه يعني انا اقدر احافظ على يعني اسنان ابني قبل ما يحصل تسوس. ماده بتتملى في الفراغات بتاعه الاسنان. هنا مثلا في صوره زي كده عندنا اطفال سنتين الدايمين طلعوا ورا السنتين، الاهل مش واخدين بالهم، لا احنا محتاجين يجوا عشان نوسع مكان للسنتين الدايمين، نشيل الاسنان اللبنيه دي عشان يقدر السنتين دول طبعا يعني مكانهم. دلوقتي اسنان عاديه جدا، ولكن لو سبناها طلعت كده بتطلع طبعا معوجه بقى والكلام ده. مش الوعي، زياره طبيب الاسنان كل فتره بتخلي ان الدكتور يقدر يقول له احنا محتاجين نعمل ايه وايه اللي محتاجه طفلك، حتى لو هو ما عندوش حاجه. تمام، كشف الدوري يا دكتور حضرتك بتنصح بيه الاباء والامهات امتى؟ يعني بين كل قد ايه، او بين كل كشف وكشف بيكون قد ايه؟ احسن ان احنا نكشف عليهم كل 6 شهور، ممكن في خلال الفترات دي بيعمل جلسات للفلورايد، جلسات وقائيه، حتى زي ما قلت حاجه ان هو مش ممكن يكونش عنده حاجه، لكن محتاجين ان احنا نعمل له
حاجات وقائيه. في النص شفنا ان هو في بدايه تسوس، في سنه نجري على طول نبتدي نلحقها، لان مش لازم ندخل الطفل ان هو يبتدي يتوجع يتوجع او ياخد مسكنات وعيط مش عارف انام يخلع يبقى خراج، يعني دايما كل حاجه بدري نتجنب حدوث كل الكلام ده بالظبط. في بعض الـ 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 الاعمار عند الاطفال بيكونوا عندهم بروز في اسنانهم لقدام كده، بيبقى سن محرج جدا انهم مش يعني دايما مكسوفين. امتى بقى دكتور اميره حضرتك بتنصحي الاباء والامهات انهم يركبوا تقويم للطفل؟ هو عاده يعني المفروض اي طفل بدا يبدل في سنانه ويطلع له سنان الدايمه على سن 6 أو 7 سنين يفضل كل الاطفال تتعرض على دكتور التقويم، بحيث يشوف هل النمو ماشي كويس، السنان سليمه طالعه في مكانها المظبوط، الفكين مظبوطين ولا لا. والله لقينا كل الامور تمام خلاص مش محتاج استشارات تقويم تانية. لقينا بقى ساعتها ممكن مشاكل تانية تحصل، ان نلاقي في فك بارز عن التاني. هنا بقى معانا مجموعه صور يا دكتور بتبين لو لقينا ان في فراغات ما بين الاسنان، الفك الفوق مش بيقفل على اللي تحت، بنكتشف ان في عادات ساعتها مش مظبوطه الطفل بيقوم بيها زي البلع بطريقه خاطئه الدكتور بس هو اللي بيقدر يكتشفها، زي مثلا بيمص صباعه. كل المشاكل دي بتخلي انه لازم نحط علاج من بدري علشان نمنع ان السنان تبوظ لما يكبر. في فراغات هنا بيبقى فيه البق مش بيتقفل اصلا بسبب انه يا اما بيحط لسانه وهو بيبلع يا اما بيمص صباعه. عنده عادات اصلا بالظبط، بيحط اجهزه تعالج بقى الكلام. طب هنا يا دكتور بقى علاج التقويم او التقويم بيعالج الكلام ده بالظبط؟ في كذا نوع من الاجهزه بقى بتعالج حسب المرحله العمريه، اللي عنده 6 سنين غير اللي عنده 9 سنين، كل مرحله وليها الجهاز اللي بيحل المشكله ديت يعني. اهم حاجه لازم الامهات تاخد بالها منها الموضوع مص الاصابع ده ما نسكتش عليه، لان هو بيخلي مشكله لو فضل الطفل كبر في السن والمشكله دي موجوده الفك نفسه بيبقى باظ، بنخش في متاهات وعلاجات بقى اصعب بكتير. هنا في صوره معانا تانية، هو ده فيديو بقى بيشرح بيوري الفك بيحصل له ايه لما الطفل يقعد يمص في صباعه تبقى لسه طريه جدا بالظبط، العظم اللي شايل السنه بيبقى شبه زي سفنجه طريه، اي حاجه بتضغط عليها بتغير في شكلها. ففي جهاز بيتركب بيساعد الطفل ان هو يبطل العاده دي خالص، وممكن تلقائي الفك بيرجع سليم والسنان ما بتبقاش فيها اي مشكله. يعني من سن قد ايه حضرتك ممكن تركبي ده؟ يعني من 5 سنين؟ لا 5 سنين يقدر يلبس الجهاز دوت. لو اتاخرنا عن كده بيتضاف عليه اجهزه تانية لتصحيح بقى المشكله اللي حصلت، ان السنان بتبقى خلاص باظت، ساعتها لازم تقويم اللي هو البريسز بقى المتعارف عليها، بنصلح ساعتها السنان اللي برزت على قدام. بتقعد قد ايه دكتور البريسز ده او بيقعد؟ يعني حوالي بالمشكله دي بالذات حوالي من 6 لـ9 شهور ماكسيموم، يعني ما بيكملش سنه يعني. بالظبط، الناس اصلا عندها معتقدات ان التقويم ده بيقعد سنين وسنه واثنين وثلاثه. لا ما بقاش كده دلوقتي. تمام يعني. دكتور محمد فيت اكيد حضرتك طبعا ايه يعني عندك عيانين كتير بيجوا لحضرتك وامهات، ايه اهم المفاهيم الخاطئه اللي حضرتك مثلا بتسمعها من بعض الامهات حضرتك تقول لهم ان هم يتجنبوها عشان نحافظ على صحه اولادنا او صحه الاطفال؟ بص هو دلوقتي الوعي بقى غير زمان، الشعب بقى الناس بقت واعيه يعني عارفه اكتر وبقى فيه اهتمام اكتر، لكن ستيل برضو بنواجه ان في مجموعه من الناس مثلا حاجه دي سنه لبنيه دي هتبدل انا اخلعها ليه؟ انا اقصد اعالجها ليه؟ لا هي لو ما كانش ليها لازمه ما كانش ربنا حطها لنا في بقنا. هي كل سنه في بق الطفل برغم انها لبنيه بتقوم بدور، الدور ده فور اكزامبل بيساعده ان هو ياكل، لو سنته بايظه وجعاه دخل في ما حشنهاش بدا يوصل للعصب بدا يتوجع، اضطرينا وصلنا للخروج واضطرينا مثلا السنه تتخلع، طب ما ده هياثر على اكله، هياثر على نموه، هياثر على طريقه كلامه طبعا، ده ياثر بعد كده لما يكبر تبتدي اثار المشكله دي تظهر. فمن المفاهيم الخاطئه عندنا ان احنا لا مش هعالج هدي سنه لبنيه وهتبدل كده كده هتتخلع بالظبط. لا ما بقاش الدنيا ما بقاش زي زمان، النهارده لازم ان احنا ما نسيبش حاجه زي كده وتوصل لمراحل نندم بعد كده نقول لا يا ريتنا عملناها. من المفاهيم الخاطئه مثلا ان احنا لما بنيجي نحط كراون او نعمل علاج عصب للطفل لا مش محتاج يتحط له الكراون او التلبيسه، ده مش حقيقي لان دي بتحافظ على علاج العصب اللي حصل، ف بعد ما عالجنا السنه تقدر تعيش معاه لغايه ما يجي معاد تبديلها وتبقى قامت بدورها في البق وفي الفك وقدرت تدي له الماستيكيشن فورس او القوه اللي هو محتاج ياكل بيها فيتظبط له اكله ونموه والكلام ده.
زمان كان بيبقى فيه التركيبات بتبقى لونها فضي وشكلها مش ظريف بالظبط. لا النهارده بقت الدنيا اتطورت، بقى فيه تركيبات الزيركونيوم اللي بلون الاسنان حتى للاطفال زي ما موجوده للكبار دلوقتي موجوده للاطفال، بقى فيه حشو ملون زي مثلا زمان شايفه الطفل. هو الفكره كلها ان الطفل ما يحسش ان هو بيعمل حاجه مش قد سنه. يعني لما يدخل انت بتحب تختار اللون ايه؟ لا انا عايز اللون ده. اوكي طيب. هم كانوا رايحين يلونوا يعني بالظبط. فده بيساعد دي التركيبات اللي كنت بقول لك عليها. الستانلي ستيل ده كان بتاع زمان، ستيل موجود طبعا، لكن بقى فيه دلوقتي زيركونيوم كراونز دي بقت بلون الاسنان زي ما شفنا الاسنان الصوره اللي فوق الطفل سنانه قدام زي احنا شايفينها، لكن بعد ما اتحطيتها لها زيركونيوم كراونز بقى طبيعي. طفل زي كده ما يقدرش يعني ما يجيلوش العقده ان هو وسط اصحابه بيجي يضحك، لا سنانه بايخه. كمان السن ده يا دكتور بيبقى عنده حساسيه شديده جدا ويبقى مكسوف وسط اصحابه في المدرسه. طب احنا ليه نعرضه لحاجه زي كده؟ احنا كل حاجه بنلحقها من بدري وكل حاجه ليها حلول دلوقتي، وما بقتش زياره طبيب الاسنان مرعبه. مرعبه زي الاول. فن دلوقتي. تمام. هنروح لسؤال تاني يا دكتور. في الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى عندهم دايما مشاكل في اسنانهم وبيعانوا من مشاكل مختلفه في اسنانهم، صعب جدا ان هم يشتكوا، كمان صعب الاهالي ان هم يسيطروا عليه. في مركز توس تاون ازاي حضرتك تغلبت على المشكله دي وازاي بتواجهها معاهم؟ بس هم الحالات اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه دي دايما بتبقى اسنانهم فيها مشكله، لان هم دايما بيبقى عندهم متلازمات زي داون سندروم او متلازمات كتيره، ده بيأثر على صحة الأسنان أو بيأثر حتى إيفن على تكوين الأسنان نفسه. إحنا عندنا في المركز في توث تاون عندنا مركز يعني قسم خاص للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا استشاريين وأخصائيين مؤهلين تماما للتعامل معهم وتوعية الأهل إيه الحاجات اللي إحنا محتاجين هنتابعها في الطفل ده، إزاي إحنا نتعامل معاه حتى لو ما قدرناش إن إحنا نتعامل معاه على الكرسي بتاع العيادة، بيبقى فيه حته مخصصه في المستشفى بيتعمل له عمليات بنج كلي بحيث ان هو يعيش حياته طبيعي زيه زي الطفل العادي من ناحيه الاسنان يعني. تمام. طبعا كلنا عارفين ان الوقايه خير من العلاج، عايزين حضرتك تقول لكل الاهالي روشتة يوميه كده ان هم يتابعوا مع اطفالهم وياخدوا بالهم من اسنانهم ما يوصلوش للمراحل اللي احنا كنا بنتكلم عليها. دي حقيقه. طبعا احنا يهمنا صحه اطفالنا عشان هم دول الجيل اللي هيجي بعد كده، لازم طبعاً. يبقى الاهل عندهم متابعه دايما للاسنان، غسيل الاسنان من دي 1 بالنسبه ما يطلع لما يطلع سنانه. حتى في فرش بتتباع دلوقتي صغيره الام بتلبسها في صباعها بتغسل بيها الاسنان، حتى لو ما لقيناش الفرشه دي شاشه وممكن ننظف، لكن ما ينفعش ان احنا نهمل وما ينفعش ان احنا نقول دي سنه لبنيه مش محتاجين نحشيها. لا احنا المتابعه الدوريه متابعه الدكتور. وبعدين في حاجه برضو احنا مش عايزين نوصل لان دكتور الاسنان هو اللي بيخوف الاطفال. مش لما الام عايزه احنا عارفينه من زمان تعاقب ابنها تقول له انا هوديك للدكتور يديك حقنه. ايوه دي حاجات من المعتقدات او الاعتقادات الخاطئه. المفروض ان هو دكتور اسنان ده بيشيل لك الوجع اللي عندك، فدي حاجه بتشجع الاولاد وبالذات لما تكون في بيئه زي عندنا كده في المركز بيبقى فيها لعب مش مجرد بيئه علاج. مركز متخصص للاطفال. نروح بقى لسؤال دكتور اميره. دكتور اميره طبعا حضرتك ام وعارفه لما يكون عندك ابن بيرضع وعنده بنشوف بقى الحالات دي دلوقتي بقت شائعه جدا ان تسوس الناس اللي الاطفال اللي بيرضعوا. لازم الام تبقى فاهمه مش عارفه تعمل معاه ايه. لازم تبقى عارفه ان هو ما ينفعش اسيب البيبرونه في بقه طول الليل كده نايم يرضع وخلاص، سواء لبن او عصير او كده. ما ينفعش ان في الاخر بفوجئ ان فجاه السنان كلها اسودت. دي بنشوفها كتير بالظبط. الام بتتخض بقى وسنانه سودة، طب هعمل ايه؟ طب هو من الاول المفروض الام تبقى عارفه ان هي ما تعملش البيبرونه طول الليل قاعد بيها. طبعا ليها حلول المشكله ديت، ان السنان كلها بيتم علاجها على حسب بقى مدى التسوس وصل لغايه فين، سواء عصب او بس تنظيف. هي دايما بتبقى سودة وكمان فيها تاكل بالظبط، بيبقى كل السنان مره واحده. ساعتها الطفل في السن الصغير بيتعمل له عمليه بنج كلي وبيتعالج له السنان كلها في جلسه واحده وبيروح وبيبقى تمام ما فيش مشكله. دي بقى الصوره الثانيه بعد طبعا العمليه اجراء العمليه بتبقى كلها مشوهه كده. و يقعد قد ايه دكتور في العمليه؟ صعب او برده يعني ماكسيمم ساعتين، ساعه ونص بنج كلي طبعا. طبعا قبل ما بتتعمل العمليه دي بيكون مطمئنين على صحه الطفل، دكتور بشري بيكون دكتور الاطفال بتاعه يعني بيبقى كشف عليه وكاتب ريبورت ان هو صحته تمام وعاملين له تحاليل وقبل ما بيخش العمليه. يعني عشان في اهالي بتبقى قلقانه من القصه دي. لكن هي امنه طبعا وبتحصل كل يوم عشرات المرات.
يعني ساعة والموضوع بينتهي وبتبقى يعني شكل أسنانه زي ما احنا شفنا قدامنا على الشاشة. طبعا الفرق بيكون واضح وبيبقى الأجمل وبيبقى الطفل عنده ثقة، بيبقى يعني حتى تكوين شخصيته طبعاً في الأول كده بيبقى فيه ثقة أكبر. طيب هنروح لسؤال تاني دكتور محمد، يعني في بعض الأمهات وبعض الآباء بيكونوش عارفين إيه الحل، مثلا عندهم بعض التسوس في أسنان أولادهم، يقولك طب أنا هعمل إيه، أخلعها، طب أنا هسيب السنان، ما هي كده كده إيه بيكبر وفي سن التبديل بتاع 12 سنة أو 11 سنة، أنا ما أعرفش، أنا مش دكتورة يعني، هو في السن المتقارب، يعمل ايه؟ حضرتك بتنصحه يخلع يعالجها يعمل لا هو إيه؟ طبعا ده بيعتمد على الحاله وعلى المدى سرعه الاستجابه للاهل جابوا الطفل في انهي مرحله. احنا لو جبناهم متاخر ولقينا ممكن نضطر اسفين للخلع، لكن حتى لو خلعنا لازم بنعمل تعويض للمكان ده بحاجه اسمها اجهزه زي حافظ مسافه، نحافظ على مكان الضرس ده لغايه الضرس السنه او الضرس لغايه ما السنه الدايمه تبتدي تطلع. انا بنصح الاهالي ان هم لما نشوف في بق الولد حاجه صغيره لا ما نستناش، نروح ونعملها، حتى هتبقى حشو بسيط وحاجه يمكن حتى كمان ساعات ما بنعص بنج اصلا انها نديه للطفل، تبقى تجربه بالنسبه له ظريفه مش مؤلمه، كل ما يكون بدري كل ما يكون احسن. طيب احنا بنشوف بعض الفروقات عند بعض الاطفال اللي عندهم مثلا 12 سنه او 11 سنه، بيبقى فيه فروقات كتيره قوي في الاسنان، حضرتك بتتعامل معاها ازاي؟ احنا بنحولها للدكتوره اميره في التقويم. اتفضلي. الصوره دي بس ده حابه اوضح لكم، ده حافظ المسافه اللي بيتحط لما بنضطر نخلع ضرس قبل اوانه. طبعا لو ما حطيناش الجهاز دوت السنه بتفضل تطلع لقدام وبتاكل مكان السنه اللي تحت لسه ما طلعتش، فيخش في موال بقى انه هيحتاج تقويم لما يكبر وسنه مدفونه في الفك. ده بيشرح لنا بقى ان السنه لما بتتخلع ايه اللي بيحصل بالظبط، فحافظ المسافه هو اللي بيحل المشكله ديت. حضرتك بتتكلمي عن المسافات بقى، على فكره هي دي المسافات اللي انا بتكلم عليها بالظبط، هو ده حافظ دي المسافه بقى بيتحط علشان هنا بيبين لك الصوره اللي تحت، لو احنا ما حطيناهوش يحصل المسافه دي بتقفل على بعض بالظبط، وده بيمنع طبعا الضرس الجديد انه يطلع. ده بيحافظ على المكان عشان يخلي الضرس الجديد يطلع، بيمنع ان الضرس اللي موجود يقفل المكان عن الضرس اللي طب ولو حصل بقى الشكل اللي احنا شايفينه ده مثلا بيخش في علاج تقويم بقى وجهاز تاني يوسع المكان من الاول وجديد، يعني بتبقى تكلفه اضافيه على الاهل ومرحله اطول شويه في العلاج. من الافضل ان هو يعملها من الاول، بتوفر عليهم كتير عشان طبعا يتجنبوا حدوث اي مشاكل بعد كده. دكتور محمد ايه يعني حضرتك بتنصح ايه الامهات والاباء للاطفال اللي هم اسنانهم لبنيه لسه ما حصلهمش فيها اي نوع من مثلا مش هنقول اللي هو الايه مشاكل اللي هي بتاعه الجذور، علاج الجذور وعلاج العصب والكلام ده، حضرتك بتنصحهم بايه او يتعاملوا مع الاسنان اللبنيه دي ازاي؟ بص احنا طبعا نظافه الاسنان والغسيل الاسنان دي من الحاجه المهمه جدا عشان نحافظ بيها على الاسنان. تاني حاجة احنا بننصح الاهل لازم يراقبوا شوية موضوع اكل الاطفال، يعني الاكل الجنك فود والسناكس اللي طول النهار اطفالنا كلنا يعني لا ده بيأثر على الاسنان، بالذات الحاجات الحلويات اللي هي الستيكي اللي بتلزق بتبات بتفضل موجودة في ده بيسرع عملية التسوس جدا. احنا طبعا مش هنقول ان الاطفال تتحرم من حلويات، لا ما ينفعش، لكن احنا بنقول تبقى مقننه بحيث زي بعد الاكله بعد الوجبه الرئيسيه بتاعته ممكن ياخد حاجه او حاجتين في اليوم، ما تبقاش مفتوحه عماله على بطال وبغسيل الاسنان. في الحاله دي لو عملناها ومع الزيارات الدوريه لدكتور الاسنان نقدر نعمل الجزء البريفنتيف او الوقائي زي سواء فلورايد فيشر سيلنت او حاجه محتاجه، لا احنا هنحافظ على صحه اسنان اطفالنا لغايه ما يوصلوا لمرحله ان هم يبدلوها وان شاء الله ما يحتاجوش فيها حاجه ثانيه بعد كده. دكتور أمير هنرجع تاني لموضوع التقويم، لأن يعني بيجي لنا بعض الأسئلة من الأمهات والآباء عن موضوع التقويم. حضرتك يعني أنت قلتي لي من سن بداية من 5 سنين إحنا ممكن نعمل التقويم. إحنا هنا معانا شوية مجموعة من الصور هنشوفها مع بعض، دي بتوضح دول أو الأطفال دول هم اللي لازم يركبوا تقويم. ساعات بيكون في بروز في الفك الفوقاني، فالطفل بيبقى اللي بنقول عليه عنده ضب، ده بتسبب له مشكلة في المدرسة، أصحابه بيتريقوا عليه، بيبقى عنده إحراج دايما، مش قادر يضحك كويس. ساعتها بنضطر نعمل له تقويم من بدري وما نستناش لغايه اما يكبر عشان نتفادى الحدوث الاثر النفسي ده عليه، وكمان السنه بتبقى عرضه للكسر او ان هو بيقع. لما الفك التحتاني كمان بيبقى مسابق الفك الفوقاني، دي حاجه مهمه قوي التدخل من بدري عشان السنان تاخد الوضع السليم بتاعها فينمو في البوزيشن السليم، ما يبقاش الفك ده هيبقى خلاص السكه قدامه مفتوحه عمال يكبر يكبر يكبر. فبنحتاج نعمل له علاج من بدري قوي، دي من اهم المشكلات اللي محتاجه تدخل من بدري عشان نتفادى ان هو يعمل عمليه جراحيه بقى لما يكبر يعمل علاج. ده الجهاز اللي بيساعد الطفل ان هو يبطل مص الاصابع، بيتركب من سن 5 سنين وطالع بقى بيقعد معاه قد ايه بقى؟ ممكن ان احنا نسيبه لغايه لما العاده دي تتبطل بالظبط كده. تمام.
دي كانت مجموعه الصور اللي معانا. طيب هنروح لحاجه ثانيه يا دكتور، في طبعا السن اللي هو 13 سنه حضرتك قلتي ان هو بيركب التقويم، بيقعد معاه قد ايه يا دكتور تقريبا؟ بتبقى حوالي سنه ونص رينج يعني كده، مش اكتر من كده، لان زمان زي ما قلت لحضرتك كانوا بيقولوا التقويم بيقعد سنين. لا وكمان سن محرج قوي 12 13 سنه. لا هو بيقعد حوالي سنه ونص، وبيربس بعديها جهاز تثبيت، وبيبقى ان شاء الله السنان بتفضل زي ما هي، ما بتبصش تاني، وبتبقى ثابته زي ما هو. صحته بتتحسن ونفسيته بتتحسن. بشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا النهارده، دكتور محمد محمود نصر اخصائي طب الاسنان ومدير مركز توث تاون، ودكتور اميره حسين السماك ماجستير تقويم الاسنان وعضو جمعيه تقويم الاسنان. بشكركم مره ثانيه ونورتونا وشرفتونا، وكانت حلقه متميزه جدا عن اسنان الاطفال. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا، ولكن حلقتنا لسه مكمله. فاصل صغير ونرجع ثاني، تابعونا.